بعد ماتش بالميراس اللي فات قعدت اقول لك بلاش 3 ورا، بلاش 3 4 2 1، نغير 3 4 2 1. اصل يا جماعه مش زيتها وخلاص، مش عشان تشيلسي خد كاس العالم للانديه نطلع نقول ان تشيلسي كان جميل وتشيلسي كان مقدم كل حاجه في الكوره. لا، تشيلسي الماتش كان صعب جدا عليه قدام بالميراس، زي ماتش النهارده من الماتش كان صعب جدا عليه لولا تالق حكيم زياش. زياش اللي احنا قلنا ان زياش 4 3 3 4 2 3 1، الحاجات دي اللي حكيم زياش يعرف يلعب فيها، الحاجات اللي حكيم زياش ياخد ادوار معينه. العب طرف يمين، خلاص العب طرف يمين واقدم لك الادوار اللي انت عايزها كلاعب طرف يمين، واحد بطلع لك تمريرات حراريه ولاعيب بخلص لك ماتشات، بس اللي انت عايزه مني كده في 4 3 3 و 4 2 3 1. انما 3 4 2 1 وزياش هيخش العمق ويبقى مهاجم، مش بتاعته الكلام الفاضي ده. زياش راجل اللي عايز وجبات محدده، اديني 4 3 3 طرف، اخد لك الخط رايح جاي، اخش لجوه واصوب، العب الكرات الثابته، عارف انا بعمل ايه وعملتها قبل كده كتير. انما زياش والنبي معلش بس هنفضي مساحه، زياش هنحضن عشان لوكاكو، مش جو الكلام ده. انا العب له عرضيات ماشي، العب له كور عرضيه وانا بجري بالكره ماشي، ما عنديش اي مشكله. انما تقول لي اسند لوكاكو في الادوار، له زياش راجل اتخلق علشان خاطر يكون موجود كمركز 10 او كجناح. انما موضوع مهاجم وهمي دي مش بتاعت حكيم خالص. موضوع كايا فيرتز وتحتيه كريستيان بوليسيتش دي ما فهمتهاش بصراحه، يعني كان نفسي كريستيانو هو اللي يكون فوق وكايا يكون تحت، لان يعني كايا فيرتز مفترض ان ده كان مركزه الرئيسي. بس حته انك تلعب بثلاثه كاي وكانتي وجورجي كان الموضوع يبقى صعب شويه. ملانج صار، والاستمرار على فكره ملانج صار ينفع يكون باك شمال علشان هو و ايه ده كان هو كريستيانسن كان بيلعب اربعه صريحه ابن اللذين، وتياجو سيلفا وروديجر وكريستيانسن باك يمين وصار باك شمال، ده كان مقفلها تحت خالص، مفيش حد هيزيد. وهي دي بقى من المشاكل اللي انا بعاني فيها بصراحه مع توماس توخيل، وهي حته انك لما تلعب 4 3 3 ما تلعبش باثنين مساكين باكات عشان ما تديهمش ادوار هجوميه. مش معنى انك مش تدي ادوار هجوميه للباكات ان انت تلعب بيهم مساكين، هو انت بايعها خالص للدرجه دي؟ ما هو احنا يا يعني نامن خط الدفاع بثلاثه تحت وقدامهم اربعه وقدامهم اثنين وواحد، يا يعني نامن باربعه ثابتين. انت كده بتراهن على الاطراف بس. اه قلنا لك زياش تمام وكل حاجه، بس انت كده حرفيا اللي كان بيعمل لك ادوار هجوميه جوه الملعب كان مفترض ان هو كريستيان بوليسيتش في نص الملعب وقدام كاي ولوكاكو وحكيم زياش، بس ده اللي انت بتعمله. فلما يكون شكلك جوه الملعب مش عارف تخلق فرص، ده طبيعي لان انت مفاتيح لعبك قليله، مفاتيح لعبك قليله جوه الملعب. انت حرفيا كفريق زي تشيلسي بتلعب على الدوري، انت بتلعب بست لعيبه عندهم ادوار دفاعيه واربع لعيبه عندهم ادوار هجوميه، اربع لعيبه بس، اه بولي في نص الملعب والثلاثه اللي قدام بس، وبعد كده نقوله كانتي بيزيد معاه، انما الباقي كله ادوار دفاعي بس. فطبيعي تلاقي تشيلسي عنده مشاكل هجوميه، وطبيعي تلاقي تشيلسي عنده مشاكل في الابداع. ليه؟ لانك رامي الابداع كله على لعيب زي حكيم بس، ورامي فكره العرضيات وفكره الانطلاقات والتحولات السريعه على لوكاكو، ولوكاكو لسه ما جاش من ايطاليا. اما كايا فيرتز طرف ويخش جوه مهاجم تاني عشان ما بياخدش الخط ويسيب الخط كايا فيرتز والافكار العميقه دي، فالله يكون في عونه بصراحه. يعني هو الولد هيعمل ايه؟ ولا ايه؟ هيلعب في مكان غير مكانه؟ ولا هيلعب ادوار مش بتاعته؟ ولا هيعمل ايه؟ بس نرجع نقول فوز مهم جدا لتشيلسي، فوز بيحفظ لتشيلسي التواجد لسه في التوب فور، فوز بيخلي تشيلسي دلوقتي موجود في المركز الثالث ب 50 نقطه، تحت ليفربول ب 57، تحت مانشستر سيتي ب 63 نقطه. قلت لك قبل كده احط حكيم زياش في مكانه، وحكيم زياش قادر ان هو يشيل الفرقه ويطير بيها لوحده. قلت ان احنا بنجامل، شفت بقى عايزين ان حكيم مش محتاج ان انت تقعد تجامل معاه، لان لعيب شايل الفرقه ما ينفعش انك تطلع تقول عليه اي كلام سلبي. ده بخصوص تشيلسي، انما بخصوص موقفه مع المنتخب المغربي الكلام كان زعل ناس كتير، وبصراحه لو الموقف حصل كذا مره هو نفس الكلام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايي في المباراه، لو ليك راي تاني اتفضل قوله. مع الاحترام لباتريك فييرا وفريق باتريك فييرا والاداء اللي قدموه النهارده كفريق محترم زي كريستال بالاس، بس تشيلسي احنا جايين عن تشيلسي جاي ياخد معانا الدوري، مش جايين عن تشيلسي يفضل يعطل في ماتشات مفترض ان هو ما يعطلش فيها.